كمان جاييني اليوم معكر المزاج سيد إسلام؟ ما تقول لي طارت الصلاة مرة تانية. ايه والله دكتور، انقطعت الصلاة معي 3 مرات اليوم. وشو قطعها هالمرة؟ ريح بصوت ولا ريح بلا صوت؟ لا هاي ولا هاي، انا عم صلي مرت من قدامي مرة وقطعت صلاتي. ليش النسوان كمان بيخربوا الصلاة؟ ايه اكبر المخربين هن النسوان دكتور، بس خليني كفي لك. ايه كفي. بعد شوي اجيت لصلي، مر من قدامي كلب اسود وخربت صلاتي. وليش الكلب كمان بيفسد الصلاة؟ ايه خليني كفي لك يا دكتور. ايه علينا شو انك عجوز. كفي سيد اسلام. كمان مرة ثالثة وانا عم صلي اجى حمار ومر من قدام انفي، وهيك رجعت خربت الصلاة. ايوه، وهدول ثلاثة بيقطعوا صلاتك سيد اسلام؟ طبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني ما بيعود فيه للصلاة منفعة أو أي أجر دكتور. هلا المرأة صارت بمقام الكلب والحمار سيد إسلام؟ والله هي عرفت إنك بدك تحكي هيك يا سيدي. لما ستنا عايشة سمعت هذا الحديث رددت نفس كلامك دكتور، قالت: شه شبهتونا بالحمير والكلاب. ايه صدقني معها حق. لا مو هيك، الاسلام كرم المرأة دكتور، بس مثل ما بتعرف جنس حواء فيه اغراء يا اخي. والقرطبي رحمه الله فسر الحديث وقال: ذلك ان المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد. ايوه، ليش المرأة اللي مرت من قدامك كانت لابسة تنورة قصيرة؟ لا كانت لابسة نقاب دكتور. ودخلك انت بتشوف تحت النقاب شي؟ لا دكتور، بس فكري بيروح لبعيد لما شوف نسوان حتى لو كانوا تحت عباية سوداء، وهيك بتنجس وتنقطع صلاتي. ولك تصوراتك هي النتسة ومخك هو الفاسد، لازمك مخ جديد. يا ريت دكتور يا ريت، بس وينك؟ مو كل كلب يقطع الصلاة، بس الأسود، لأنه الكلب الأسود شيطان. طيب والحمار شو قصته؟ هات حيوان مسكين ضعيف يا أخي. المثل بيقول: ما تاكل الرفس القوية إلا من الحمار الضعيف. طيب شو بالنسبة للنسوان المسترجلات اللي ما عندهم لا أنوثة ولا إغراء؟ هيدول كمان بيقطعوا صلاتك؟ إجمالا مو كل النسوان بيقطعوا الصلاة دكتور، بس البلغات اللي بيحيدوا. وكيف بدك تعرف إذا كانت المرأة حائض أم لا؟ راح تجنني. ها عالتقدير دكتور عالتقدير. شو بنا ليش هيك معصب؟